السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي، كيف حالكم؟ ما أحوالكم مع شهر الصيام والقيام؟ هل أنتم مع الدراسة والصيام أم مع النوم والصيام؟ كيف حالكم؟ نبدأ على بركة الله درس الثاني في التناقص الإشعاعي، اللي هو موضوع التحولات النووية. قبل ما أبدأ أذكركم بالضغط على زر سابوني من أجل الاشتراك في القناة ودعوة زملائكم للاشتراك، وكذلك على لايك وكتابة التعليقات والملاحظات المناسبة لكم. إذا نبدأ على بركة الله التناقص الإشعاعي. الحصة السابقة قمنا بدرس النشاط الإشعاعي وتكلمنا على النواة الغير مستقرة. عرفنا النواة الغير مستقرة وقلنا أن النواة الغير مستقرة هي النواة التي تتفكك تلقائيا وتحرر جسيمات ألفا بيتا موا وبيتا بلوس، وكذلك إشعاع جاما، وتكلمنا على مخطط شيغري، وتكلمنا على كيف تتفكك النواة إلى غير ذلك، ما هي أنواع الأنوية إلى غير ذلك. حصة اليوم حين نتكلموا على التناقص الإشعاعي، معناها حين نتكلموا على العلاقات اللي تتحكم لنا في التناقص الإشعاعي. لكن قبل ذلك نعرف النشاط الإشعاعي. نعرفوا النشاط الإشعاعي، وأؤكد كل التعاريف موجودة في الملخص، توجد الرابط تاعو تحت الفيديو، كل التعاريف اللي لازمكم تحفظوها. فالنشاط الإشعاعي ما هو؟ النشاط الإشعاعي راهو آتي، هو ظاهرة تفكك الأنوية غير المستقرة. هذا هو النشاط الإشعاعي تاعنا، هو ظاهرة تفكك الأنوية الغير مستقرة. ظاهرة تفكك الأنوية الغير مستقرة، ويمثل عدد التفككات الحادثة في وحدة الزمن. هذا هو النشاط الإشعاعي تاعنا. فآتي هو عدد التفككات على دلتا تي بالشكل هذا. مازلت ما تكلمتش على الرموز، لكن فقط أريد أن أبدأ بالتعريف تاعو باه ما ننساش. فالنشاط الإشعاعي هو ظاهرة تفكك الأنوية الغير مستقرة، يمثل عدد التفككات الحادثة في وحدة الزمن، وحدته البكرال. هذا وحدته البكرال، اللي هي بكو بالشكل هذا. ما هو تعريف البكرال؟ تعريف البكرال هو تفكك في الثانية. هذا هو التعريف تاعو، معناها واحد بكرال يساوي واحد تفكك على واحد ثانية، واحد ديزانتيغراسيون على اون سكوند. كي يقول لك اعطيني خواص النشاط الإشعاعي، واش هي خواص النشاط الإشعاعي؟ دونك الخواص النشاط الإشعاعي أنه تلقائي، أنه حتمي، أنه عشوائي، غير قابل للمراقبة، وكذلك لا يتأثر بأي ظرف أو مكان. فهذه هي خصائص النشاط الإشعاعي، لأن أي نواة غير مستقرة تتفكك كما نقولوها طو أو طار، آجلا عاجلا أو آجلا. نواة غير مستقرة لازمها تتفكك عاجلا أو آجلا، فهي ظاهرة تلقائية وحتمية وعشوائية. فكل نواة غير مستقرة تخضع لهذه الخواص، فلا بد لها أن تتفكك. وكما قلت سابقا، ما معنى التفكك؟ التفكك هي لما تكون نواة أم غير مستقرة تعطينا بيتا موان بيتا بلوس و
الفا بالشكل هذا. اذا تكلمت على التعريف ندخل للعلاقات الان هكذا باه نقدر نبدا نلخص لكم العلاقات تاع الدرس بمختلف بياناتها. قبل ذلك لو يطلب منكم تعريف العائله الاشعاعيه، وش هي العائله الاشعاعيه؟ اذا العائله الاشعاعيه وش هي العائله الاشعاعيه؟ هي مجموعه تفككات تحدث لنواه ام، فمجموعه ماشي واحد فريد، تحدث لنواه ام وتنتج او وتعطي ابناء غير مستقرين فيتفكك كذلك، فتتفكك كذلك إلى أن تنتهي بنواة بنت مستقرة هي نهاية العائلة الإشعاعية. فهذا هو تعريف العائلة الإشعاعية. العائلة الإشعاعية هي مجموعة التفككات التي تحدث لنواة الأم عفوا فتعطي أبناء غير مستقرين يتفككوا هما كذلك وينتهوا في النهاية بنواة بنت مستقرة هي نهاية العائلة الإشعاعية. كذلك لما يطلب منك التوازن القرني، وش هو التوازن القرني؟ هو تساوي نشاطية الأم والبنت بشرط زمن نصف عمر الأم أكبر بكثير من زمن نصف عمر البنت. هذا هو التوازن القرني، معناها النشاطية لاكتيفيتي تاع الأم تساوي النشاطية تاع البنت. قالي تعريف آخر هو النواة الخصبة. ما هي النواة الخصبة؟ إذا هي تشبه نوعا ما للعائلة الإشعاعية. النواة الخصبة إذا تشبه نوعا ما قلت للعائلة الإشعاعية. لماذا؟ لأنها هي كذلك هي مجموعة تفككات، هكذا مجموعة تفككات لنواة أم لكن تنتهي بنواة نظيرة لها وغير مستقرة. وغير مستقرة معناها النواة في النهاية كذلك رايحة تزيد تخدم، وعلى هذه تسمى خصبة من الخصوبة. فلما نقول أو نسمع بكلمة تخصيب اليورانيوم، ما معنى تخصيب اليورانيوم؟ معناها اليورانيوم 238 يديروا له مجموعة تفككات أو تفاعلات نووية ينتهي في النهاية باليورانيوم 235. هذه نظيرة هذه، هذه غير مستقرة وهذه كذلك غير مستقرة، هكذا هما يحتاجوا هذه في الصناعة. إذا هذا يعطيو التفاعلات باه يتحصلوا على هذه. فهذه بعض التعاريف. والآن نبدأ في الملخص تاع الدرس اللي هو التناقص الإشعاعي. تبعوا معايا جيدا، تبعوا معايا جيدا. عندنا التناقص الإشعاعي عندنا ثلاث رموز مهمة. عندي الآن زيرو والآن دي تي والآن تي، هادو ثلاث رموز. أن زيرو عدد الأنوية الابتدائية لعينة مشعة،
معناها عندي كتلة معينة تحتوي على هذا العدد من الأنوية. ان دي حرف الدي من ديجا انتيغري او ان فتحة تي هو عدد الأنوية لكن المتفككة اللي تفككت، والان تي عدد الأنوية المتبقية. فراح يكون عندي ان زيرو هو عبارة عن الأنوية المتبقية زائد الأنوية المتفككة. معناها كي تكون عندي عينة فيها ان زيرو من الأنوية وتبدا تتفكك، رايحة كي تتفكك راح تعطيني قسمين، نوع أنوية تفكوا، هادو مثلا تفكوا وهادو ما جاو ما تفكوش. فان زيرو هو ان دي تي زائد ان تي. كذلك عندي لندا، وش هو لندا؟ لندا هو احتمال تفكك نواة في الثانية، هو احتمال تفكك نواة في الثانية ويسمى كذلك ثابت النشاط، يسمى كذلك ثابت النشاط. هذا لندا. عندي تي ان دومي، تي ان دومي هو زمن نصف العمر. ما معنى زمن نصف العمر؟ هو الزمن اللازم لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية لعينة مشعة. إذا هو الزمن اللازم لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية لعينة مشعة، فنقول ان تي ان دومي يساوي ان زيرو على 2. وهذا يذكركم بال يذكركم بزمن نصف التفاعل، زمن نصف التفاعل. فزمن نصف العمر هو مثلا كي تكون عندي 1000 نواة في اللحظة تي تساوي الصفر، عندي 1000 نواة في اللحظة تي تساوي الصفر، لما تولي 500 نواة شحال هو تي ان دومي تاعنا؟ وراني نعاود نرجع ليه في البراهين. وعندي لندا عفوا طو هو ثابت التفكك، أو عفوا ثابت الزمن. ما هو ثابت الزمن؟ هو الزمن اللازم لتفكك 63% من الأنوية الابتدائية، من الأنوية الابتدائية لعينة مشعة بالشكل هذا. نقول ان ليطو 0.63 ان زيرو لما يتفكوا 63، اذا شحال يبقاو؟ 37. معناها التعريف تاعنا اما نقولوا هو الزمن اللازم لتفكك 63% من الانوية الابتدائية، او نقول هو الزمن اللازم لبقاء 37% من الانوية الابتدائية، علما ان هادو في زوج او البرهان تاع العلاقات اللي نعاود نرجع ليه. عندنا تي ان دومي هو ان ان دو على لندا، وهو واحد على طو، حيث عفوا هو تي ان دومي على لندا وهو طو ان ان دو عفوا، حيث طو هو واحد على لندا. قلت وراني نعاود نرجع لهادو، نعاود نرجع لهذه العلاقة نبرهنها ونبرهن علاقات أخرى. الآن نتكلموا على العلاقات اللي عندنا في الدرس هذا، مادام عرفنا الرموز، مادام عرفنا الرموز إذا نتعرفوا على العلاقات. في العلاقات عندي ما يخص الأنوية المتبقية وعندي ما يخص الأنوية المتفككة. إذا قانون التناقص الإشعاعي هو بالشكل هذا، من بعد نرجع ليه في البراهين في المعادلات إلى غير ذلك في لي زيكزو، لأنه هذا مجرد ملخص. أن تي تساوي أن زيرو إكسبونونسيال مو لندا تي، حيث أن تي هو عدد الأنوية المتبقية،
انجروا الانويه الابتدائيه لوندا ثابت الزمن والتي الزمن بالشكل هذا. فهذا هو قانون التناقص الاشعاعي، ومنين جبناه؟ جبناه من المعادله التفاضليه دي ان تي على دي تي زائد لوندا ان تي تساوي الصفر. قلت ونعاود نرجع هاد الشيء كل تشوفوه في لي زيكزون كتب ربي. فعندي ان تي هي ان زيرو اكسبونونسيال، جبناها من المعادله التفاضليه هذه، بحيث عندنا عدد الانويه دلتا ان تي على دلتا تي هو ناقص لوندا ان تي. هذا قانون رياضي لا يبرهن بالشكل هذا. ف عندنا من العلاقه هذه نخرجوا عده علاقات. تقدر تكون عندنا الكتله، تقدر تكون عندنا كميه الماده، تقدر تكون عندنا الحجم الغاز، وتقدر تكون عندنا الانويه المتفككه. اذا من العلاقه هذيك نخرجوا عده علاقات. هذه العلاقه تخص الانويه المتبقيه، الانويه المتبقيه بالشكل هذا. انظروا الانويه الابتدائيه، حنا نعرفوا باللي عندنا قانون واش يقول لنا؟ يقول لنا باللي الانويه الان تي هي عباره عن ام تي على ام في عدد افوغادرو، وان زيرو هو ام زيرو على ام في عدد افوغادرو بالشكل هذا. فهذه فيما يخص العلاقه اللي تربطهم. هنا حابه ندخل الكتله، وهنا حابه ندخل كميه الماده. اذا هذه هي العلاقات اللي لازمكم تحفظوها. هنا حابه ندخل حجم الغاز، ومن بعد ندخلوا الانويه المتفككه بالشكل هذا. فعندنا كميه الماده هكذا، احنا نعرفوا باللي الانويه كذلك كميه عفوا الانويه هي كميه الماده في عدد افوغادرو، وكذلك ان زيرو هي ان زيرو في عدد افوغادرو. لاحظوا باللي العلاقات بكل علاقات هنا راهي كيمياء. عندي كذلك في حجم الغاز ان تي هو في غاز على في مولير في عدد افوغادرو، وان زيرو هو في غاز زيرو على في مولير في عدد افوغادرو. والانويه المتفككه هنا ان دي تي هي عباره عن ان زيرو ناقص ان تي، الانويه اللي بقات بالشكل هذا. معناها كذلك عندي الانويه المتفككه هي الكتله المتفككه على الكتله الموليه في عدد افوغادرو، وهي كميه الماده المتفككه في عدد افوغادرو بالشكل هذا. فهذه علاقات تربط بعضها. فلما نحب نلقى عباره الكتله لهنا نعوضه فقط. فلما نعوضه احنا نعرفوا القانون ان تي هو ان زيرو اكسبونونسيال مول لوندا تي، فيهم بكل كيف كيف. ها ان تي ان زيرو اكسبونونسيال مول لوندا تي، عندنا كذلك ان تي هو ان زيرو اكسبونونسيال مول لوندا تي، عندنا ان دي تي هو ان زيرو ناقص ان تي، والان تي هو هذا. دونك ان زيرو نخرجوا ان زيرو عامل مشترك، يبقى لي القانون تاع الانويه المتفككه. ها هكذا نرجعوا هنا نعوضوا. اذا ام تي على ام في عدد افوغادرو واش راح يمد لنا؟ ام زيرو على ام
في عدد أفوغادرو إكسبونونسيال موال لندا تي يختزل يبقى للقانون وهو الكتلة المتبقية. ها الكتلة المتبقية ثم عندي هنا بنفس الطريقة ان تي ان زيرو في عدد افوغادرو في عدد افوغادرو يختزل افوغادرو مع افوغادرو اذا ان تي ان زيرو اكسبونونسيال مو لوندا تي. لاحظوا نفس القانون قاعد يتبدل كيف كيف في غاز تي على في مولير في عدد افوغادرو في زيرو على في مولير في عدد افوغادرو اكسبونونسيال مو لوندا تي يروح تبقى لنا في غاز في زيرو اكسبونونسيال مو لوندا تي. ها دونك هادي متبقي لكمية مادة وهذا متبقي لحجم الغاز. لاحظوا قاعدين نتعاملوا بنفس العلاقات. هذا كملخص كي نزيدوا نخدموا هنا هذه كي نعوض فقط راح تخرج لي الكتله ام دي تي ام زيرو كتله متفككه ام دي تي ام زيرو كميه ماده متفككه. اذا هذا فيما يخص العلاقات اللي نحتاجوهم. ففي كل علاقه تلاحظوا باللي انطلقنا من الاصل. فلو يطلب مني المعادلات التفاضليه هادو في ثلاثه عندهم نفس المعادله التفاضليه اللي هي نفسها هذه لكن تختلف الكتابه تاعها فقط. وفي التمارين باذن الله رايحه ندير البراهين تاع هاد العلاقات. هذا راه ملخص للدرس. زايد لوندا ان تي تساوي صفر دي في غاز على دي تي زايد لوندا في غاز تساوي صفر. تلاحظوا نفس العلاقات مع تغيير الحرف مع تغيير الحرف. كل علاقة عندها نفسها لكن غيروا حرف حسب المطلوب. أنوية أنوية عدد أنوية كتلة كمية مادة حجم. ونفس الشيء هنا عندي كذلك معادلة تفاضلية نديرها بربي إن شاء الله في زيكزو دي ان دي تي على دي تي زايد لوندا ان دي تي تساوي لوندا ان زيرو. هذه كذلك معادلة تفاضلية. إذا هادو الأخرين اللي فيهم الدي هي معادلة تفاضلية بما أنها مراجعة راكم على بالكم واش نقصد معادلة تفاضلية. وبإذن الله في التمارين رايحة نعاود نشرح كيفاه دينا المعادلات التفاضلية لأنه راح يكون هناك سؤال جواب سؤال جواب إذا توضح الصورة أكثر. الهدف تاعي من الحصة هو حفظ العلاقات هو الحفظ العلاقات وكذلك معرفة الرموز اللي نستعملوها. نرجعوا الآن إلى المنحنيات اللي نقدروا نصادفوها في ليزيكزو تاعنا. نرجعوا نشوفوا المنحنيات اللي نقدروا نستعملوها نلقاوها في ليزيكزو. إذا بالشكل هذا لخصت لكم العلاقات تاع الدرس ككل. ثم عليكم غير تعاودوا تنقلوها وتعاودوا الفيديو باش تشفاو على الشرح لانه بالسمع والكتابه حاجه ما توقف في طريقها من اجل الحفظ السمع والكتابه. وبالتالي بقى لي قبل ما ندير المنحنيات عندي كذلك النشاط الاشعاعي ا قلنا ا تي هو لوندا ان تي بالشكل هذا هذا تعريف مباشر.
دونك أجر هو لندا أنجر. كذلك لما نعوضوا في العبارة تاع أنتي رايحين نلقاو أنتي هي أتي على لندا، أجر على لندا إكسبونونسيال ناقص لندا تي. لماذا؟ لأنو عندي أنتي هي أتي على لندا، وعندي أن زيرو هو أ زيرو على لندا بالشكل هذا. يروح لندا مع لندا، واش يبقى لي؟ يبقى لي قانون النشاطية أ تي تساوي أ زيرو إكسبونونسيال موان لندا تي بالشكل هذا. إذا درنا العلاقات، نروحو الآن للبيانات. عندي كي نروح للبيانات في الدرس هذا عندي نوعين، عندنا بالشكل هذا، عندي هذا كل ما يخص متبقي، وهذا كل ما يخص متفكك. فعندي أنت 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 فيتي فيغاز ونشاط. مهما يكون ليكزو تاعك اي وحده من هذو، بينما هنا عندي ان دي تي الكتله المتفككه، كميه الماده المتفككه بالشكل هذا. فهذا راح يكون هكذا، عفوا 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 عفوا، هذا راح يكون هكذا ويؤول الى الصفر، بينما هذا راح يكون هكذا ويؤول الى قيمه عظمى. هذه تقدر تكون وحده من هذو، كي نكتب انا إجراك تاعهم بكل، هذه هي إجراك زيرو، وعندي إجراك زيرو على 2 يعطينا تي ان دومي، و 0.37 في إجراك زيرو تعريف الطو راح يعطينا الطو، وفي الخمسة طو راح تكون مبقى لنا تقريبا الى الصفر، يقولوا الى الصفر. بنفس الطريقة هنا نفرضوا هذه إيغريك دي، دونك هذا إيغريك زيرو تي ان دومي، إيغريك زيرو على 2 بالشكل هذا، وباه نلقاو الطو 0.63 إيغريك زيرو، وعندنا هنا الخمسة طو هو نظام دائم، وين تكون العينة سي بون خلصت، لأنه وقتاه تخلص العينة، العينة تخلص في زمن قدره هو خمسة طو، نقول أنها تصبح غير فعالة وتؤول إلى الصفر. هذا فيما يخص البيانات اللي هي بيانات ستوندار. كي كتبت هنا إيغريك تي واش نقصد؟ إيغريك تي المعادلة تاعو هي إيغريك زيرو إكسبونونسيال موان لوندا تي. تقدر تكون أن، تقدر تكون أم، تقدر تكون كمية مادة، تقدر تكون حجم، تقدر تكون نشاط. بينما هنا أن دي تي، عفوا إيغريك، هي إيغريك زيرو في واحد ناقص إكسبونونسيال موان لوندا تي. كذلك تقدر تكون أنوية، كتلة، وكمية المادة بالشكل هذا. هذا فيما يخص البيانات الأسية، علما أنه نقدر نخرجوا البيانات اللوغاريتمية، وهذا واش رايحة نحط لكم في ليزيكزو بربي إن شاء الله، رايحة ندير لكم كل البيانات اللي تحتاجوها في مواضيع البكالوريا، يا إما نصورها ونحطها لكم في الفيديو، يا إما أثناء الحل تاع التمارين رايحين تحصلوا عليها. الآن قالي برهان عندنا إذن نبرهن أن تي ان دومي يساوي ال ان دو
على لندا. دونك كيف نبرهنوها؟ حنا على بالنا بلي ان تي هي ان زيرو اكسبونونسيال موان لندا تي. فلما ندير ان تي ان دومي، حطيت هنا تي ان دومي، حتساوي لي ان زيرو اكسبونونسيال موان لندا تي ان دومي. واش تلاحظوا؟ غيرت تي هذا تي ان دومي، غيرت تي هذا تي ان دومي بالشكل هذا. لما نطبقوا التعريف تاع ان تي ان دومي، حين نلقاوه هو ان زيرو على اثنين، لان في الدرس ان تي ان دومي هي ان زيرو على اثنين. تختزل ان زيرو مع ان زيرو، تبقى لي واحد على اثنين اكسبونونسيال موان لوندا تي ان دومي. ندخلوا الالان من الطرفين، اذا رايحه تمد لي ناقص الان 2 ناقص لوندا تي ان دومي بالشكل هذا. يروح الناقص مع الناقص، تبقى لي الان 2 تساوي لوندا تي ان دومي. نخرج منها اما لوندا الان 2 على تي ان دومي، ولا تي ان دومي على اثنين على لوندا بالشكل هذا. فهمنا واش درنا؟ الان برهان اخر ونختم به الجزء الثاني هذا. اذا نبرهن ان 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 تي ان دومي تساوي ان زيرو على اثنين اس ان. ما معنى ذلك؟ معناها رايحين نبرهنو بلي عدد الانوية في تي ان دومي هي ان زيرو على اثنين. وكي تكون عندنا اثنين تي ان دومي تولي لنا ان زيرو على اثنين اس اثنين، وكي تكون عندنا ثلاثة تي ان دومي تولي لنا ان زيرو على اثنين اس ثلاثة، وهكذا إلى أن نوصلوا وين رايحه تختفي كل العينه. كيف نبرهنوا العباره هذه؟ كذلك ننطلقوا من قانون التناقص الاشعاعي هكذا، ثم ان ان تي ان دومي تساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان لوندا ان تي ان دومي. واش درت؟ عوضت تي هذا ان تي ان دومي، ودوك رايح نعوض لوندا بألان دو على تي ان دومي. دونك ان ان تي ان دومي هي ان زيرو اكسبونونسيال. دوك رايح نزيد نعوض لوندا، هي ألان تنين على تي ان دومي في ان تي ان دومي. تختزل تي ان دومي مع تي ان دومي، تبقى لي ان زيرو اكسبونونسيال ناقص ان ان اثنين، لان ان رديته من خواص الداله اللوغاريتميه والاسيه، هذا يرجع هنا. اذا ان زيرو اسيه ان اثنين اس ناقص ان، الاسيه والالان يروحوا مع بعضهم. اذا ان زيرو في اسيه في اثنين اس ناقص ان، رياضيا نحي الناقص نهبطها للمقام ان زيرو على اثنين اس ان. هذه هي البراهين تاعنا. في انتظار بقيه البراهين ان شاء الله اللي نلقاوها في التمارين، وبقيه البيانات اللوغاريتميه كذلك اللي نلقاوها في التمارين، وكل حاجه نديروها في التمارين. حاولوا انكم تعاودوا تلخصوها في الدرس هكذا باه تهزوا منها النقاط الاساسيه. ففي انتظار الجزء الثالث واللي هو الجزء التعقوي واللي هو تطبيق عددي مباشر، لكم مني افضل تحية وسلام. لا تنسوا بمشاهدة الملخص والتمارين في الروابط تحت الفيديوهات، هذه اول حاجة. ثاني حاجة لا تنسوا الاشتراك بالضغط على زر سابوني، فهو مجاني حتى تعم الفائدة على الجميع. شاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم، وكذلك اضغطوا على الزر، اضغطوا على الزر سابوني
وزر الجرس ومشاركة الفيديوهات وملاحظة الروابط وتلخيص الدرس. هذا كل ما هو مطلوب منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولكم مني أفضل تحية وأفضل سلام.